بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور محمد سالم، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه في كليه الطب جامعه اسكندريه، وهنتكلم النهارده عن دوالي الساقين. دوالي الساقين اللي هي الفاريكوز فينز، يعني الدوالي الساقين ديت في منها دوالي اوليه ودوالي ثانويه. ثانويه نتيجه لحدوث جلطه في الاورده العميقه في الساقين، لكن الاوليه لها اسباب اخرى. الاسباب بتاعت الدوالي الاوليه نمرة واحد عوامل وراثية، ضعف جدار الأوردة وراثيا. نمرة اتنين الوقفة الكتير والقعدة الكتير. ربنا خلقنا ان احنا نقدر نقف، الأوردة تستحمل وقفة من 6 ساعات ل 8 ساعات، قد تمتد ل 10 ساعات، وده ما حصلش حاجة للشخص الطبيعي. لكن الشخص اللي عنده ضعف في جدار الأوردة، ممكن اللي هي ويك كولاجين، ممكن لو وقف 3 4 ساعات ما فيش مشكلة، لكن لو وقف أكتر من كده ممكن يحصل له دوالي. العامل اللي بيشتغل في مصنع ورديتين 7 ساعات و7 ساعات وساعة رايح وساعة جاي، ده بيجي له دوالي 16 ساعة واقف طول النهار على مكن ولا أي حاجة. فدي بيبقى فيه قهر للأوردة، ضغط الدم في الأوردة بتاعت الرجلين، الأوردة السطحية، تقوم تتمدد وتديني دوالي. لما تتمدد الأوردة في صمامات جوه الأوردة هتنفس، فلما يقف الدم بينزل من القلب على طول جاري لأوطى حتة، ما بيطلعش في العالي، ينزل عند بز الرجل في والكاحل القدم، ويبدأ ينشع سوائل تحت الجلد ويورم الرجلين. ويورم الرجلين بعض الأوعية الإشارات الدموية بتفرقع، يوم بيبدأ يطلع كرة دم حمراء في الجلد، ويدي بقع بني وسودة، ويعمل التهاب في الجلد، والجلد يبقى تخين، لان هيحصل تفاعل للكرات الدم الحمراء اللي هي تعتبر جسم غريب في الجلد. التفاعل ده بيجي عندنا الخلايا كلها بتاعت الجهاز المناعه تهاجم الكرات الدم الحمراء، وفي كرات خلايا بتعمل تليف يوم يتخن الجلد، وبنسميها درماتولايبوس كولوروزس، تليف في الجلد. أصبح الجلد ده مريض، أي ناموسة تقرصه أو يهرش فيها أو يعمل أي حاجة يبدأ يديني التهاب خلوي، ويدي الجلد يقع وتديني قرحة وريدية. الدوالي بيجي العيان بيشيك من تقل في الرجل على آخر النهار. نمرة اتنين عروق زرقاء في الرجل باينة. نمرة ثلاثة ورم في الرجل. نمرة أربعة حرقان في الرجل. التحجر في السمانة بعد ما يقف مدة طويلة، لما ينام في السرير يحصل له تقلصات وتشنجات كرامبس. ده بالنسبة طبعا البقع البني اللي حصلت في الرجل من تحت ديت بتخلي الجلد مريض، فتبدأ يحصل فيها قرحة. القرحة في الدوالي الأولية من 1 ل 2%، لكن في الدوالي الثانويه بتحصل من 50 ل 70%. المرضى اللي عندهم دوالي اوليه دي بتحصل لناس كتير، وبتحصل في العمر النشاط بتاع الانسان من 20 ل 50 سنة. طبعا الدوالي لها علاج، لان هتعمل مضاعفات، ممكن يحصل فيها جلطات تفرقع، تعمل نزيف، تعمل حاجات كتيره جدا، تعمل قرح. لكن لما يحصل ان موجودة تتعالج. العلاج بتاعها نمرة واحد ان نديله ادوية عشان تعمل انقباض في الاوردة تريح الاحتقان شوي. نمرة اتنين ممكن يلبس شراب طبي. نمرة ثلاثة ممكن نحقن بعض الفروع بمادة مصلبة تقفل الفروع. نمرة اربعة العمليات، في عملية سحب الاوردة من تحت الجلد، ودي العملية القديمة، وفي العملية الجديدة اللي هي اندوسيلال ستريبنج، بنشيل الغشاء المخاطي المبطن للدوالي، ودي اسمها سالم اوبريشن، عمليه سالم، العمليه بتاعتي انا اللي مخترعها وعملت ستريبر عشان اعمل العمليه دي، اسمه سالم ستريبر. وسالم ستريبر ده قدمته هو والعمليه في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، وحصلت على جائزه احسن بحث في العالم في جراحه الاوعيه الدمويه، وعملت براءه اختراع في واشنطن للجهاز بتاعي، ونزلت في كل في الجورنال اوف فاسكولار سيرجري، جريده الاوعيه الدمويه العالميه اللي بتوزع في كل انحاء العالم، ونزلت في كل المراجع ومكتوبه وكل الناس عارفاها، وبندرسها في كليه الطب اسكندريه للطلبه.
بالإضافة لكده أن المريض لازم يتفادى الوقفة الكثير، ولازم لما ينام يرفع رجليه 30 سنتي على مسند ومخدة. ده اللي باختصار الدوالي الساقين الأولية اللي ممكن تحصل. طبعا المضافات بتاعتها قلنا ممكن يحصل جلطة في الوريد السطح الرئيسي، ممكن يحصل يفرق على الوريد السطح الرئيسي ويعمل نزيف، ممكن يعمل قرح وقرحة وردية وهكذا. ده ملخص بسيط كده عن الدوال الأولية. الدوال السنوية بيبقى نتيجة لجلطة في الأوردة العميقة، لا العيان بياخد علاج وينام ويرفع رجله وياخد هبارين وياخد حاجات كتيرة لحد ما تبدأ الجلطة تنقشع وتقل وتسيب بواقي مضاعفات. ودي التغيرات اللي تحصل بعد الجلطة في الدوال السنوية اسمها بوست فليبيتيك سندروم، يعني تغيرات في الرجل ما بعد الجلطة. وتغيرات في الجلد ما بعد الجلطة ديت عبارة عن تلت الرجل اللي تحت يحصل فيه ورم، يفضل ورم زي ما هو. نمرة اتنين دوالي سنوية في الفروع والوريد السطح الرئيسي والكبير والصغير، جريت انشور سافنس فين موجودة متمددة داير ما يدور، بيجمنتيشن بقع بني وسودة في اللور سيد اوف ذا ليج في التلت اللي تحت من الرجل. نمرة أربعة يحصل عندي فينوس ألسر، يحصل التهاب ويبدأ الجلد يموت ويبدأ يقع الجلد ويعمل قرحة. القرحة ديت تحصل 50% ل70% من حالات الديب فينوس ثرومبوز، عشان كده دي من ضمن مضاعفات البوست فليبيتيك سندروم. البوست فليبيتيك سندروم اللي هي تغيرات ما بعد الجلطة في الأوردة العميقة بتعمل الكلام ده وتعمل مشاكل. العلاج بتاعها باختصار شديد رفع الرجلين للنهار، نمرة اثنين سترايلس دريسنج، نمرة ثلاثة بروبر انتبيوتيك، يعني لازم نعمل كالشر سنسيتيف تيست، نعمل مزرعة للصديد وندي البروبر انتبيوتيك عشان يبدأ يخف ونغير عليها لحد ما تقفل. وبعد ما تقفل بنعمل لها سو كولد كوكت اوبريشن، عملية كوكت عشان نخش ونربط الفروع اللي الأوردة اللي داخلة في الجلد والصمامات بتاعتها باظت، فبنيجي نعمل الأوردة ديت نربطها كلها يبقى انتهت المشكلة. وده موجز بسيط على الدوالي ساقين سواء دوالي أولية أو ثانوية. وشكراً.